المعضلة القديمة في مصر هي معضلة العدد، التعداد السكاني. احنا كام نسمة؟ كل سنة بنزيد قد ايه؟ اللي داخل لنا قد ايه؟ اللي بنصرفه قد ايه على التعداد السكاني؟ ما بنقولش ان زيادة العدد هي الأزمة الوحيدة في مصر، هي واحدة من ضمن أزمات عطلت التنمية في مصر على مدار سنين كتير. لكن لو حطينا مثال لمصر كده، بيت مصري صغير، حطينا عدد الناس قصاده مثلا ولدين وبنتين أو عدد أطفال في كل أسرة، الراجل ومراته بيحسبوا هما داخل لهم كام، هيقسموا على العيال كام، هيدخل العيال مدارس بقد إيه، هيجيب أكل قد إيه، لبس المدارس بقد إيه، الشرب بقد ايه، هو لو بيشرب سجاير هيصرف سجاير قد ايه، لو عنده عربيه بنزينه قد ايه، لو ما عندوش مواصلاته قد ايه، هي هتجيب اكل بقد ايه، هتروح شغلها بقد ايه. بتحسب اللي داخل لك وهتقسمه على عدد اللي موجودين في الاسره. لو انت بيخش لك 8 جنيه وانتوا 4، كل واحد في الاسره هياخد 2 جنيه. لو يخش لك 8 جنيه وانتوا في الاسره 8، يعني 6 اولاد واب وام، كل واحد هيتصرف عليه جنيه واحد، يعني حصته نزلت النص. نفسها في البلد عدد السكان. مصر حاولت كتير الحكومات على مدار سنين طويلة الصراحة إنها تتكلم في موضوع، مش عايز أقول بقى تنظيم الأسرة ولا تحديد النسل، والناس اللي بتزعل من كلمة تحديد النسل وعايزين نتكلم بمصطلحات أكثر آدمية وأكثر تقدماً، فخلينا تنظيم الأسرة عشان الناس ما تخشش في حتة لأ ده ما ينفعش يتقال وتحديد النسل ده حرام. لكن كلها عشان ما نبقاش بنضحك على بعض، هي بتصب في هدف واحد، ان الناس تقدر تنظم اسرتها تبقى عندها عدد كافي. لكن كلمه العيل بيجي برزقه، الرزق بتاع ربنا بكل تاكيد، ربنا اللي بيرزق كل الناس، مش العيل بس، بيرزق الاب والام والعيل واخواته، وبيرزق الدود في الحجر. بس ربنا برضو قال لنا نعقلها، ما قالناش يعني نخلف ونسيب العيال مش عارفين نوديها مدارس، او العيل الاولاني يتعلم كويس والتاني ما يتعلمش. يعني الحكومات فاكرين حضراتكم كده من أيام الإعلانات بتاعت حسنين ومحمدين ومراته عقلة وزين، من أيامها والناس في مصر بتتكلم على تنظيم الأسرة من زمان جدا، من السبعينات مثلا والثمانينات لغاية لما وصلنا النهاردة معديين 100 مليون نسمة، وفي توقعات إن إحنا يعني الأعداد هتزيد زيادة مضطردة ومستمرة. الدولة بتعمل إيه من الجانب الآخر؟ بتوعي الناس، بتحاول تطلب منها، تعمل لهم تحفيزات. الوحدات الصحية بتبيع، مش عايز أقول بتبيع، دي بتوزع وسائل منع الحمل بكل أنواعها، مش عايز أخش في تفاصيل حضراتكم عارفين، وببلاش. يعني الوقي الذكري، اللولب، و و و و و و و الحبوب، و و كل الحاجات دي بتتوزع في الوحدات الصحية، إما كانتش ببلاش فهي بأرقام قليلة جدا جدا جدا، وفي أغلب الوحدات الصحية كمان ممكن تلاقيها ببلاش. فده دور بتقوم بيه الدولة. الدور الناحية التانية علينا احنا، لان انت بتحط عبء على ميزانية الدولة وبتحط عبء على ميزانية البيت، بيتك انت، عشان تعرف تصرف على الناس. خطوات كتيرة بقول لحضراتكم مصر خدتها من خلال حكومات كتيرة الصراحة، الواحد لازم يدي كل حد حقه عشان الموضوع ده، لغاية لما وصلنا دلوقتي لمشروع جديد بيوجه بيه رئيس الجمهورية والقيادة السياسية في مصر عشان نقدر نحل مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا. لازم نظبط الموضوع ده. مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، ده مشروع مهم جدا جدا يا جمانة، مهم جدا ان احنا نشتغل عليه، مهم ان الناس تسمع الكلام في الموضوع ده عشان مصلحتها هي، مش عشان احنا يعني مش عايزين الناس يبقى عندها عزوة وقوم نادي على أولادك.